تراجع في أسعار المواد الغذائية لأدنى مستوياتها منذ عامين، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 124 نقطة في ماي مقابل 127 نقطة في التعديل في الشهر السابق، وقراءة ماي هي الأدنى منذ أبريل 2021، وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفق تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2 مليار طن بزيادة 1% عن عام 2022، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.